نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالغربية حملة لتوزيع لحوم الأضاحي على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكافة قرى المحافظة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وحرص التحالف في اليوم الأول من أيام العيد على ذبح 10 عجول داخل مجزر شبشير الحصة بمركز طنطا، والعمل على تقطيع اللحوم وتجهيزها وتوزيعها على المواطنين والأسر المستحقة في مختلف قرى المحافظة. نجهز اللحمة تحت إشراف الطب البيطري، بتتم عملية الذبح بعد توقيع الكشف الظاهري على الحيوانات قبل عملية الذبح، وبنكشف عليها بعد عملية الذبح للتأكد من سلامة اللحوم. بنبتدي نجهز اللحوم ونطلع نوزعها على القرى الأكثر فقرا. ده كله بيتم طبعا تحت مظلة التحالف الوطني. احنا بنستقبل الأضاحي فترة العيد كلها بالمجان، وبنفتح المجازر من بعد الصلاة مباشرة وبنستقبل الأهالي. احنا النهاردة استقبلنا 86 حيوان أو ذبيحة ما بين جمعيات أهلية وما بين أهالي، وزي ما حضرتك شايف كده المجزر كان مستعد بكامل الطاقم بتاعه، أطباء وعمال، عشان يستقبل الأضاحي يعني، ونسلم للناس حاجة لحوم سليمة صالحة للسلاك الآدمي ومكشوف عليها ومتابعة كويسة يعني. النهاردة معانا 10 عجول بنذبحهم وبنكيسهم وبنوزعهم على القرى المستحقة في محافظة الغربية تبع التحالف الوطني. وأنا مبسوطة جدا وسعيدة إن أنا مشاركة في عمل الخير دوت مع جمعية الأورمون.